هل تريد بيتا في الجنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. متفق عليه. أنت جرحنا مع الله وهنبني بيت لله، هنصلي فيه وهنقرأ آيات كتاب الله. احنا الان في مسجد الرحمن الرحيم بقريه بويت، مركز الرحمانيه بمحافظه البحيره. احنا ما كناش متصدقين ان احنا مصدقين ان احنا هنخلص هذا المسجد في الفتره وجيزه. احنا خلصناه ان شاء الله، وكنا كل يوم العمل شغال في المسجد، واحنا ان شاء الله على الانتهاء من اعمال المسجد النهائيه، وربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا في ميزانات حسنات كل من تبرع ولو بكلمة طيبة لبناء هذا المسجد. أنا اللي كنت بنقول لهم ابن بيتك يا رب، والحمد لله أنه هو بناه، ما كنتش مصدق أنه هو ينبني. إحنا لفينا وتعبنا يامي، ما كنتش مصدق أنه هو ينبني، وقلت ابن بيتك يا رب. يعني نشكر أهل الخير يساعدونا في الجامع، مش مصدقين والله أننا نوصل القيمة دي كلها، وربنا جوانا ونصبني وعدينا وتعود الايام وصلاه النبي عليه. الناس بتشتغل اهي. انا بشكر مؤسسه فينا الخير وعلى راسهم الاستاذ خالد الحكيم، وبشكر جميع من تبرع وتصدق. كنا في مرحله ما كناش مصدقين ولا يتخيل عقل، فربنا سبحانه وتعالى اراد بنا خير. انا شغال نقاش في الجامعه هنا. أنا خلاص الحمد لله وصلنا لمرحلة المعجون، خلصناها تمام وداخلين على مرحلة التشطيب. يعني إن شاء الله يعني خلال 20 يوم أكون بتشطب كله، سقف بحائط الحمد لله. يعني ومرحلة النجارة الحمد لله خلصت معجون برضه، يعني واقف على التشطيب برضه، فده فضل من عند ربنا الحمد لله. أنا شغال مباد محارة، والحمد لله تم على خير، خلصنا المحارة والنجاشين شغالين ورانا، وربنا يجوي يا رب الناس اللي اتبرعت الجامع، وربنا يا رب يصلح حالهم كده ويقويهم. احنا النهارده الحمد لله قطعنا شوطا كبيرا في بناء مسجد الرحمن الرحيم. من كل التشطيبات تقريبا يعني باقي حوالي 30% من التشطيبات بالنسبه للرخام والنجاشه، وبالنسبه للمحاره، وبالنسبه للمأذنه. يعني بالنسبه للمسجد ان شاء الله باذن الله يمكن حوالي شهر بالكثير نشطب المسجد باذن الله. واحنا بنشكر مؤسسه فينا الخير، وبنشكر كل واحد ساهم في بناء المسجد، وبنشكر العاملين على في مؤسسة فينا الخير، وبنشكر الأستاذ خالد. وإن شاء الله بإذن الله ربنا يقوينا بإذن الله ونخلص كل التشطيبات. أنا البنا المسؤول عن مبنى المأذنة، تمام، والحمد لله وصلنا يعني نسبة 20% من مبنى المأذنة، وفي خلال يعني إن شاء الله 30 يوم كده كنا تمنا مبنى المأذنة بإذن الله. وما شاء الله المسجد ما شاء الله صرح اسلامي عظيم، وببارك لاهلنا البويط على هذا الصرح العظيم، وبشكر كل من ساهم في بناء هذا الصرح العظيم. بشكر مؤسسة فينا الخير، واشكر الاستاذ خالد، واشكر كل متبرع للجامع،
واحنا الحمد لله ما كناش مصدقين هذا المرحله، وربنا قوانا ويجعله في ميزان حسن. احنا مع الله وهنبني بيت لله، هنصلي فيه وهنقرا آيات كتاب الله. ويتلهفون إلى ذلك اليوم الذي يرفع فيه الآذان وتعلو فيه كلمة التوحيد. أهلا بيكم في فرحة جديدة وأمل جديد. أكيد كنتوا فاكرين معانا مسجد كفر الدوار. الحمد لله بالإنسان الطيب بالإنسانة الطيبة قدرنا نقف ونعمل حاجة بجد، بيت من بيوت ربنا. مين اللي عمل كده؟ بالإنسان الطيب بالإنسانة الطيبة اللي وقفت بجد قالت هعمر بيت ربنا. في انسان طيب انسانة طيبة وقفت قالت بيت من بيوت ربنا. الحمد لله وصلنا لمرحلة جميلة جدا، قدرنا نجيب السجاد، كان المسجد على المحارة الحمد لله قدرنا نمحر، قدرنا نعمل سيراميك، قدرنا نعمل حمامات. الحمد لله وصلنا لمرحلة كبيرة جدا، والحمد لله بدأنا نصلي في المسجد. اشكركم بجد على عملكم الطيب، بس في بعض حاجات بيوت ربنا بتناديكم يا ناس يا مؤمنين يا موحدين بالله. احنا الحمد لله وصلنا مرحله جميله جدا، وصلنا زي ما انتوا كده كنتوا شايفين من دقائق بسيطه المسجد كان عامل ازاي. وصلنا المرحله احنا مع الله وهنبني بيت لله،
وسلم من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه قد عش العصفور بنى الله له بيتا في الجنة. ما تحرمش نفسك ولو بطوبة، اللبنة دي الطوبة دي قيمتها ومنزلتها ومكانتها كبيرة جدا عند مالك الملك وملك الملوك. بطوبة من الممكن ينبني لك بيت في الجنة. هنقرأ آيات كتاب الله.